quiz étudiant. Quiz étudiant. دخلت علينا ياسمين صعيبي. ياسمين مرحبا بك. عسلامة عزيز. مرحبا بك ياسمين. قبل ما نبداو صح شريبتك صح شريبتك. قبل ما نبداو في الكويز نخليك تقدم لنا روحك. اي ياسمين صعيبي 20 عام نقرا في الام اس بي و ال2 ديجا دوزيام اني. دوزيام اني. وممبر من لاينز كلوب اس ام يو. ممبر من لاينز كلوب اس ام يو جوستومون احنا بكري نحكيو على لي زاكسيون نتاع لاينز كلوب اس ام يو نتاع عام السنه من حضره 3.0 للكيف كيف قفه رمضان لي زاكسيون اللي مش نرجعوا عليهم زاد بعد عليه. عندي سؤال صغير لياسمين. ياسمين انت ترقد في النهار؟ ولا في الليل؟ انا ما كنتش موجوده معنا باش نسال على الكلوب كامل ولا نسهل واحد نسهل في النهار ولا من بعد شقن الفطر؟ في رمضان يس ادي في المبعث قبل الفتره ولا لا لا مهدي مازال موجود معنا مهدي في الكلوب سيو كان مهدي في الكلوب الكلوب الكل بعد شقن الفتر اوغوزمون هما لي زاكسيون بعد شقن الفتر. حكينا احنا على حضره 3.0 كيف كيف خفت رمضان نرجع لهم في اخر البرنامج اوغوزمون كيف كيف ليميسيون تاعنا بعد شقن الفتر عليه ولا رانا انا وياك وحدنا في ليميسيون نجيبوا مهدي خاطر ما يرقدش في السيارة. مهدي موجود معنا في كان جات ليميسيون في النهار لكن كيما قلنا هي في الليل justement عن الكويز والكويز تيماتيك نتاعنا اليوم لامبورطونس دو لا شاريتي هذا التيماتيك فيه هذا. نبداو بالسؤال الاول يلا دونك شنو هي لي كاليتي اللي لازم يكونوا موجودين عند العبد باش يدخل و يسونجاج في اون اسوسياسيون كاريتاتيف. واضح باهي برشا تما دي بروبوزيسيون ولا من غير؟ لا نعطي هكاك نعطي باهي نبداو نعملوا تور دو تابل يلا اش رقات؟ والله هي بيرسونيلمون عندي حاجتين ياسر امبورطونت لازمك تخدم تعرف تخدم في اكيب معناها خاطر ترافاي اون جروب ياسر ياسر مهم وزيد تكون اسي ديسيبليني خاطر عندي موتيفاسيون تحضر وتغيب دونك ديسيبلين حاجه اهم من الموتيفاسيون عندي انا فهمت. واضح دونك ديسيبلين وكيف كيف معناتها بالطبيعه تعمل تعاون العباد لازم زيد هذاك احمد. الحقيقة أنا الحاجة الوحيدة اللي نراها لازم تكون موجودة هي الفولونتي. الفولونتي. خاطر الكاباسيتي نتاعك تتبدل، البوتنسيال نتاعك ينجم يكبر، حتى كانت ماكش النوع اللي تخدم مون ايكيب تنجم تتعلم كيفاش تخدم مون ايكيب. أي حاجة أي ديفو أي سكيل تحب تخدم عليه تنجم تخدم عليه في كلوب اسوسياتيف ديك تكون تحب تكون موجود في كلوب اسوسياتيف. والله مادام العزيمة موجودة نجم نكونوا في كلوب اسوسياتيف عليه من رايك. انا نتصور لازم عنده لو سونس دو بارتاج اللي هو معناتها كي تبدا عنده حاجه روحه ما يخليهاش كان روحه كو سوسوا معناتها انفورماسيون ولا حاجه تنجم تكون ماكله ولا اي حاجه معناتها اللي ما يحرم حتى حد اللي يعطي من غير ما يحسبها زاده دونك سا سي امبورتون خاطر معناتها كلوب دو شاريتي سي معناتها باش يعطي من وقته باش يتحرك من بلاصه لبلاصه باش يعطي الحاجات للعباد دونك لو بارتاج حاجه مهمه على الاخر هذا كله مع الديسيبلين والموتيفاسيون يتكاملوا كل مع بعضهم اكزاكتومون هذا اللي هما يتكاملوا justement discipline travail en équipe sens du partage la volonté c'est مهم يسمين هذا الكل جاوب على الكل ولا ثم حاجه اي عجبوني لي بوين نتاعهم ديجا سون بيان نحب نزيد الباسيون والانجاجمون il faut bien s'engager في الكلوب خاطر مانيش نلعبوا معناها سي ان travail très très sérieux وكان انت ديجا كما قال احمد كان عندك الفولونتي باش تعاون الانجاجمون باش يجي وحده وحده اكزاكتومون بطبيعه وبعد يجي هذوما الكل لي كاليتي اللي ماذا بينا يكونوا موجودين باش نكونوا موجودين في ان كلوب جوستومون اون اسوسياسيون كاريتاتيف كان نسالكم هكا انتم يا جماعه اكثر هكا بوان يمكن كي دخلتوا كان موجود واكثر بوان خدمتوا عليه في الكلوب يمكن انت تو عامك ثاني احمد اكثر بوان هكا خدمت عليه في العامين هذوما. انا الحقيقه خدمت على البخل كنت ياسر بخيل و سونجاجيت باش تعلمت اني ديزون ديما نتحط في امر الواقع وين ما عادش نجم نوخر باش هاو كان ننشط شويه. واضح دونك لونجاجمون زيد اوبجيكتيف عام جيت ولي خدمه في وسط النهار في رمضان ها هذا الاوبجيكتيف. صعيب شويه صعيب شويه صعيب شويه شادد في بحث شادد في نحاولوا العام جاي اش رقات؟ انا عام جاي ترافاي اون جروب. اي الحقيقة مش ما كانش عندي قبل لما قاعد يتحسن بالكدي بالكدي بوسكو دخلت الكلوب. واضح مهم كيف كيف لو ترافاي اون جروب سورتو بور دي زاكسيون كاريتاتيف ياسمين. لا كومونيكاسيون تحش ما تتنحى اكثر كي تولي تخدم مع برشا عباد وتولي تاخذ مع البريز دو بارول اون بوبليك وكل تولي
حاجه اسهل جوستمون باش تحكي مع الناس وهذوما ديما لي بوين اللي نخدموا عليهم عليه كوميونيكاسيون مهمة حاجه من الحاجات بيان سور خاطر لهنا معناتها ما عادش كان باش تخرج من الجروب وتخرج من الكلوب اللي انت فيه باش تمشي تقابل عباد اخرين ما تعرفهمش عمرك ما ريتهم عمرهم ما راوك دونك وفما حاجه اللي ياسر نمنوا بها نحن في تونس كي يقول لك الانرجي ولا واحد روحه خفيفه فما لازم يعرف كيش يحكي مع العباد لازم يعرف كيش يوصل المعلومه دونك حاجه ما هي سهله مي بالوقت نجد تخدم وكيك يحسن في الكوميونيكاسيون نتاعو في برشا مجالات اخرين مش كان في الكاريتاتيف لي كومبيتونس بيان سور هذوما الكل كيما قلت مش كان في الكاريتاتيف لكن بصفه عامه في الكلوب يكون في لي اسوسياسيون كاريتاتيف ثم هكا دي كومبيتونس مهمين كيما قلنا لو سونس دو بارتاج وغيره سؤال ثاني يا اسمي اي بون هي سي كيما اون انيكدوت احكي لنا على اون اكسبيرونس عشتها ولا حضرت في ان مومون اللي ما تنساوش معناها حاجه كي تا ماركي في في الاكسبيرونس نتاع نتاع الجماعة جوستومون في الكلوب في الكلوب اكزاكتومون نبدا مع احمد عامين عام الثاني بديت عليهم وعام الاخر لا لا بقدرة ربي لا يقعد موجود يمكن موبغ ريسبونسابل علي بشكل ريسبونسابل فورماسيون جديد بالحقيقه ما عنديش انكدوت معينه اما اكثر حاجه تعجبني اكثر حاجه نعمل عليها جو هي كي نشوف الساتيسفاكسيون في عينين العباد هي كي نشوف العباد قداش تفرح كي نشوف قداش الامباكت اللي نحن ريناه صغير ياسر بدلهم برشا حاجات كيفاش نشوف تعب بريود كبيره تعب بتاع سهرنا وخدمنا من بعد في لحظه تنسى كل شيء ترتاح جوست خاطر شفت العباد ترحمك على والديك فرحانه على الاخر ومقدمه ميم سي معناها ماهيش ما عملتش اسي كما انت تحب وميم سي ما تنجمش تكون عاونتهم فاسون دورابل ولا باش تعاونهم ياسر اما باقي عندك توش تخلي الناس الكل تذكرك ببعض. اكزاكتومون الامباكت موجود وهذاك يمكن اكثر الحاجات اللي تفرحكم لي ساتيسفاكسيون اللي حكيت عليها شرقات. والله يا احمد حكي كل شيء معناها ما خلينا شيء ما باش نحكي حكايه صغيره صارت في الكارافان دو سونتي معناها فما راجل كبير من بعد ما كمل عدى عند الطب الكل ياسر يضحك من بعد ما عدى عند الطب الكل كي خرج ولا يجري ويشطح واحنا صفقوا عليه معناها بالحق حاجه طيبه اقسم بالله واحنا شيخين مش من مبسيره وتعبين ونهار كامل واقفين وما كليناش ما فطرناش اما الحقيقة من بعد تعب هذيك الكل كي تشوف ساتيسفاكسيون نتاعهم هما تنسى كل شيء الحقيقة. اكزاكتومون لا ساتيسفاكسيون هذايا من تصور هكا بليزيور انكدوت صاروا جوستومون في لي زاكسيون. انا هذيك أكثر حاجة بالحق كيما ماركي الراجل الكبير خاطر هذيك الراجل اللي قعدت أنا معاه من الأول للآخر وهزيته معناها دورته على الطب وقتها. دونك التعب اللي تعدى بينا نهار الكل تنساه كي ترى عبد يضحك وعبد فرحان وشيق تخش عليه ملابس عليه معناها اكزاكتومون هذايا جوستومون لا ساتيسفاكسيون احنا حكينا بكري عليه في النص ساعه الاولى على كيفاش زاد الناس جوستومون اللي يمكن ماهمش في دي كلوب ولا في دي اسوسياسيون ينجموا يعاونوا سوا كي يتصلوا ما ديريكتومون بلي كلوب هذوما ولا حتى كي يبداو في ان سوبر مارشي ويعطيو حتى هما بيدهم عندهم اون سيغتين فورم دو ساتيسفاكسيون يقول لك عاون تخلي عاده الناس اللي في الكلوب موجودين انا عندي ليك انكدوت اللي مش على الناس اللي عاونوا وكل شيء ملا على اما على الناس اللي باش نعطيوهم الماكله عملت في غشو انا وعز قطاطا مشينا للبلاصه مانيش نقعد نسمع في البلايص والعباد وكل شيء مي خلطنا بكري تيل فاسون يافي با سيكوريتي لا فما لا بوليسيه لا عباد سيكوريتي لا فما حتى شيء قعدنا نحن والكار نتاعنا ومعنا كان العباد اللي باش نعطيوهم الماكله معناتها حضرنا القفف وكل شيء دونك هبطنا والعباد اللي باش ياخذوا من عندنا الماكله اللي كيراونا مع الناس سيكوريتي ولا هما عملونا معناتها كي كوم سي كي سيكوريتي باش ما يخلي حتى عبد يقرب لنا اخر او ميم طون نحن نفرقوا لهم في الماكله دونك عرفت كلي وما قلنا حتى شيء المفاهمه كيف صارت بيناتهم يا في معناتها اكثر من 400 عبد كيفاش تفاهموا كيفاش فيسع عملونا سيكوريتي وهما بيدهم وافيك سا نحن نفرقوا معناتها في الماكله سيتي ان تروك بالحق معناتها ادوغابل معناتها ديجا افواغ واكسبيرونس لينا نحن خاطر معناتها ساتيسفاكسيون بيرسونيل اللي قال عليها احمد مي اوسي فما ساتيسفاكسيون اللي انت مشيت شفت بلاد اخرى شفت اكتشفت حاجه جديده في بلادك اللي تعيش فيها ما تعرفهاش بلايص ما تعرفهمش بلايص محلاه مع الاخر دونك بالحق سي ما فما حتى كلمه تنجم توصف المشهد هذا كله فوالا وي لا ساتيسفاكسيون هذا كيما نقولوا الجمله المعروفه ما تشريش بفلوس الدنيا نتصور الحاجه هذه السؤال الثالث الثالث والاخر الثالث والاخر شنو هي النصيحة اللي تعطيها العبد يحب يدخل في البي اسوسياتيف؟ باهي برشا نصيحة الانسان يمكن ما عنده حتى فكرة على بي اسوسياتيف قول شنو هي شنو تنصحوا شرقات؟ والله انا كانسان اول مرة ندخل في كلوب كريتاتيف نقول لهم راهو اكسبيريونس ياسر ياسر تحفونة وبالحق ننصحك معناها باش تجربها كاكسبيريونس و
قاعد تنفع في العباد و ميم طون قاعد تنفع في روحك معناها سيلف امبروفمنت كو. واضح حاجة تنجم كيف كيف تخليك انت تو ديفلوب انت بيدك جوستومون تو ديفلوب لي كومبيتونس نتاعك لكن زيد تعاون الناس بالحاجة هذه دونك ان دو زون نوعا ما هذه الحاجة الحلوة. احمد والله انا ننصح العباد باش تصدم معناها راهي اكسبيريونس عمرك باش تندم عليها يمكن اقرب حاجة للفي بروفيسيونيل نهار اخر خاطر هوني باش تعيش النيغوسياسيون هوني باش تعيش النيتوركينغ هوني باش تعرف عباد هوني باش ترى البلايص و ديز اكسبيريونس دونك حاجة بلوز موا باش تنفعك نهار اخر ابار انك باش تنفع العباد تو اكزاكتومون حاجة تنجم تنفعك نهار اخر وتنفع الناس وتنفع الناس حتى نهار اخر ويقعدوا يتذكروا في الكل بالخير. ياسمين انا نقول العباد تكون على طبيعتها ما تبدلش من روحك وخاطر ما تم حتى حد معناه يتفاتو شوجي ولا يقولك ما تعملش هكا الناس كلها على طبيعتها والناس كل محلينا معناه في الاسوسياسيون اللي باش تخليك ديجا تعطي من وقتك وتعطي من روحك في لي زاكسيون الكل وسورتو اللي باش تعمل ان امباكت بوزيتيف معناها دونك اكزاكتومون لامباكت بوزيتيف جوستومون لامباكت بوزيتيف هذا اللي نجمو يخليه في المجتمع نتصور قالوا كل شيء لكن ثم بالكش يمكن حاجه اخرى زاد عليك انا باش نقول مهدي خلي احمد معاك خاطر قال كل شيء ما خلينا حتى شيء معاه دونك انت حتى كان هو كيخدم مشروع رابح والله حتى كان يخدم في الليل بحق مشروع رابح مي جوست ان حاجه اللي نحب نقولها العبد اللي باش يدخل جديد ينسى اللي عاشو قبل يحطو ستاند باي بور لانستون على خاطر باش يدخل في كلوب كاريتاتيف راهو معناتها باش يتعلم برشا حاجات باش اللي يسخير روحه ويعرف واللي عاش وكل شيء راهو سنة غينا فواغ ملي باش يعيش وقتها باش يتعرف على برشا عباد باش يولي يخدم على ترافاي ديكيب على الكوميونيكاسيون وسورتو حاجه اللي ما نعيشوهاش كل يوم مي الساتيسفاكسيون نتاعها هي راهي ميم سي دوري ليميتي مي باش تقعد ديما فما كونتينيتي دونك هذيك الحاجه اللي ننصح بها العباد الكل وفازي معناتها برا وما كومش تندموا ومعناتها باش تحس روحك اللي انت عملت حاجه باهيه وفت المجتمع فوالا اكزاكتومون هذا نتصور الجماعه شنو قاعدين يعيشوا جوستومون ترافير لي زاكسيون اللي يخدموا فيهم في رمضان عام سنه وكان انتم زاد تحبوا حتى ذوقوا شويه من الساتيسفاكسيون هذه تنجموا تعاونوهم جوستومون سيوي للاكسيون قفله رمضان اللي هي توفى نهارت لحد ولا كيف كيف كنت حابوا زيد تحضروا للحضره 3.0 منكم هاو كتبدلوا جو انتر امي والا كيف كيف مع العائله حاجه حلوه برشا نهار 5 افريل مهدي عايشي اي لي ميوزيسيان دو لوركستر تونيزيان في دار بوراوي نجموا تقصوا لي تيكيت ديريكتومون يا اما تكلموا مع تليفون على 50 775 295 50 775 295 ولا كيف كيف على 51 087 333 51 087 87 333 ولا ديريكتومون كيما قلنا على ريزو سوسيو جوستومون هذوما لي دو زاكسيون تاع عام سنين للاينز كلوب اس ام يو مبيد نحكيو احنا على لي زاكسيون نحكيو زاد على القرايه الجمعه هذه نعرفوا اللي فاكونس على جوستومون اللي زيتيديون دخلوا في السلاع دونك ثم هكا حاجه يمكن تنحت لهم احنا نقولوا القرايه والكلوب وكيف كيف رمضان او القرايه تو تنحات عندهم فاكونس يا حسن عندي برشا ما قلت لك فاكونس هما عندهم فاكونس جوستومون هذا على شنو باش نحكي وبعد لحظات في بوان دو فيو